السلام عليكم. لماذا اندلع القتال في جنوب السودان بين الميليشيات المتمردة وجيش الجنوب، وما علاقته باستفتاء تقرير المصير؟ كيف تنظر حكومة السودان إلى تزايد التصريحات المطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال والتأييد الأمريكي له؟ ما الدور الذي سيلعبه باغانا مون في استفتاء تقرير المصير بعد تعيينه وزيرا للسلام في حكومة الجنوب؟ هل تكون مفاوضات الدوحة حول دارفور بين ممثلي الحكومة والفصائل المتمردة الجولة الأخيرة لإرساء السلام؟ ماذا تعني مقاطعة حركة العدل والمساواة للمفاوضات وتأكيدها أن السلام خيارها الاستراتيجي؟ السودان بين واقع الجنوب والسلام في دارفور موضوع هذه الحلقة من مع الحدث، حيث نستضيف في الاستوديو ممثل الحركة الشعبية في لبنان زينق ملوال. نرحب بك أستاذ ملوال. من الخرطوم ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة الانتباهة الصادق الرزيقي، أيضا مع الترحيب. ومن لندن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال. وعبر الهاتف من الخرطوم سينضم إلينا أمين أمانة المنظمات في المؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي. نرحب بالجميع. قبل البدء بالحوار أتوقف عند قتال جنوب السودان وما ذكر حوله، بدءا من تصريحات الجنرال جورج أتور. يقول: خضنا معارك مع جيش جنوب السودان ما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود. الحركة الشعبية بحسب طبعا أقواله تهيمن على الجنوب بالفساد. كوال ديم كول المتحدث باسم جيش الجنوب: ما أعلن غير صحيح، وآخر قتال بيننا وقع في 15 من الشهر الجاري. حكومة الخرطوم تدعم الميليشيات في الجنوب لتقويض استقرار الإقليم. الحركة الشعبية ستواجه بسياسة متعددة الاتجاهات بما في ذلك الحوار والعمل العسكري. مفاوضات الدوحة، عمر آدم رحمة المتحدث باسم الوفد الحكومي: البحث يشمل المسارات الخاصة في قسمة الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية واللاجئين والنازحين والتعويضات. تم الاتفاق أن يجتمع خبراء الطرفين مع خبراء اليوناميد لمناقشة آلية تنفيذ وقف النار المتفق عليه والذي تم تمديده. رئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني السيسي: لم يحدث تقدم إلا بعد شروط، منها بناء الحكم الديمقراطي المدني، احترام الدستور، وتطوير سياسة عقلانية في الداخل والخارج. نؤكد وحدة السودان بعد استفتاء تقرير المصير. مصطفى عثمان إسماعيل: إذا رفضت حركة العدالة والمساواة المشاركة في المفاوضات فإن الحكومة قادرة على إحلال الأمن في الإقليم. استفتاء الجنوب حزب المؤتمر الوطني: هناك جهات خارجية وداخلية تسعى للعب أدوار سالبة لاتهام حزب المؤتمر الوطني أنه أفشل الاستفتاء لصالحه. باغانا مون: إذا اختار الجنوبيون الانفصال فإن أمريكا ستعترف بقيام دولة في الإقليم وتعمل على دعم حكومتها. طيب سيد زينق، قبل أن ندخل في ما له علاقة بمفاوضات الدوحة وما له علاقة أيضا بمسألة يعني دارفور واستفتاء الجنوب، اسمح لي أتوقف معك عند القتال الذي جرى الحديث عنه أخيرا في ولاية جونغلي في الجنوب بين ميليشيات الجنرال أتور والذي تحدث عن هذا الموضوع وجيش الجنوب ما أسفر عن سقوط العشرات. من الذي حرك هذا القتال؟ لماذا يتحرك القتال الآن؟ نعم، في حقيقة الأمر اللعبة الانتخابية كما هو معروف لابد يكون هنالك فائز وغير فائز وخاسر، وهذا هو. لكن الشيء المؤسف أن جورج أتور دخل اللعبة الانتخابية وإنما لم يحالفه الحظ بالفوز كحاكم لإقليم جونغلي، لجأ لاستخدام القوة والتمرد وتحالف من بعض الجهات التي كانت ترشح ل من بعض الجهات. من تقصدون بعض الجهات يعني؟ سوف ياتي الوقت الذي اشخص الاسماء. نعم، في ذلك الوقت حاولوا نزعزع الامن في الجنوب ومحاولوا ضبط حكومه الجنوب ان هنالك انتخابات غير نزيهه. في نفس الوقت حكومه الجنوب سمحت لكل الاحزاب ولكل التنظيمات الموجوده في الساحه الجنوبيه ان تمارس حريتها بحق، حتى الاحزاب التي كانت في الشمال
الى بين الحكومه الجنوب هي الذي كانت تمارس نوع من الشفافيه ونوع من الديمقراطيه والحريه الكامله موجوده في الجنوب لن تكون موجوده في الضفه الثانيه. طيب لكن هذا القتال حتى اتوقف عنده قبل ان نتحول الى الخرطوم، هل يؤثر على ما يرتبط بمصير الاستفتاء؟ يعني جورج اطار تم هذا الاستفتاء، جورج اطار تم محاصره في رقعه معينه، هو الان يحمل معه ما يقارب من 30 من اتباعه، هم جميعهم من اقاربه من اسرتهم وجيش الحركه الان. يعني كل المعركه التي دارت وسقط فيها عشرات، نتحدث عن 30 من اتباعه. هذا حديث جورج طاهر يحمل يحمل جهاز ويقوم باحتفال بجهاده، لكن في حقيقه ترامب الحركه الشعبيه الان مد له عيد حبل المراجعه من راجع موقفه حتى يمكن ان يتقن ويرجع. اسمح لي اتحول الى الخرطوم الى صادق الرزيقي رئيس تحرير صحيفه الانتباه. السلام عليكم سيد الرزيقي، وايضا في اطار القتال في ولايه جونغلي، اولا لماذا يتهم قاده الجنوب حكومه الخرطوم بدعم الميليشيات؟ نحن هنا لا نتحدث فقط عن ميليشيا الجنرال أتور، نتحدث ربما عن ميليشيات أخرى لتقويض استقرار الإقليم وما مصلحتها في ذلك. طبعا التهمة وجهتها قيادة الجنوب لحكومة الخرطوم، ما ردكم؟ أولا أنا لا أتحدث باسم حكومة الخرطوم، لكن أتحدث كمحلل ومراقب سياسي. نعم. الأوضاع في جنوب السودان هي أوضاع نتاج لممارسات الحركة الشعبية ولطبيعة تكوين السلطة في جنوب السودان. جنوب السودان الآن فيه أبشع وأفظع نظام قمعي موجود في المنطقة. حكومة جنوب السودان تمارس القهر والإرهاب والتقتيل في مواطني الجنوب، والجنوب الآن مثخم بجراح الخلافات الداخلية. نعم. ما يحدث في ولاية جونغل الآن هو خلاف داخل الحركة الشعبية، لا دخل للخرطوم فيه ولا دخل للشمال فيه. فهذا النزاع معروف أنه نزاع نشأ أيام الانتخابات، يتهم المتمرد جورج أتور، يتهم حكومة جنوب السودان بأنها زورت الانتخابات في الولاية لأنه كان مترشحا للولاية، وهو من كبار ضباط الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. فلذلك هذا هو التمرد وانشغال داخل الحركة. هل يمكن ثم أن نربط التهمة الموجهة للخرطوم، هل يمكن أن نربط بين هذا القتال أيا تكن النتائج الآن وبين استفتاء تقرير المصير؟ هناك من ربط بين الاثنين، مع أن يعني المسافة الفاصلة بين ما يحصل وبين استفتاء المصير بعيدة نسبيا، وهل استمرار النزاع يؤثر على أصوات المستفتين؟ يعني هل يمكن أن تستفحل المسألة أكثر على الأرض؟ يمكن أن تستفحل المسألة أكثر. الآن هنالك مشاكل في ولاية جونغل، الآن مشاكل في ولاية الوحدة، الآن هنالك بوادر لمشكلات مماثلة في الاستوائية وفي بحر الغزال وفي ملكان. لكن فلنعود إلى أصل هذه المشكلة. هذه المشكلة بدأت بعد الانتخابات، وتفصل بينها وبين مواعيد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان شهور طويلة. فلذلك الظروف التي نشأ فيها هذا التمرد في ولاية جونغل ظروف مختلفة لا علاقة لها بالاستفتاء، لها علاقة بما يدور في الجنوب ولها علاقة بنتائج الانتخابات الموجودة. ولكن هنالك تهمة موجهة للخرطوم أنها تقف وراء هذا التمرد. أنا أعتقد أن هذه التهمة غير صحيحة، لأن ولاية جونغل توجد في وسط جنوب السودان. نعم. وبما طيب. أن الحركة الشعبية أكتفي بهذه الإجابة من كامل جنوب سيد الرزيقي، فمن الصعب جدا أن تمد الخرطوم أي مساعدات إلى جورج أتور. طيب. وهو في داخل أحراش ولاية جونغل البعيدة جدا. سأعود إليك في محاور أخرى. سأعود إليك في محاور أخرى. اسمح لي الآن نتحول إلى لندن إلى جبريل آدم بلال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة العدل والمساواة. السلام عليكم سيد جبريل. وأيضا في الإطار ذاته قبل أن ندخل في موضوع دارفور، الأمم المتحدة متخوفة من المواجهات التي تسميها مواجهات قبلية وخصوصا في جونغلي. من يتحمل مسؤولية هذه التفجيرات العسكرية؟ وهل يعني هناك استعصاء لإيجاد مخارج لإيجاد حلول برأيكم؟ طيب شكرا اخي العزيز. احنا يعني صحيح الاخ المتحدث الحركه الشعبيه هو في ظرف لم يريد ان يتحدث عن من هو وراء هذه المساله، ولكن اعتقد انه الجميع يعلم انه وراء هذه الازمه التي